نك منافقة سيد يوغاسا كل هنا كفاسقة ها أمانينا نك إلهي حرق يسوق يليتا ها بمبونينا ضد بمبونيسان ربي قيم بعروني حديثك محينو تلما ويني كسو هذا الله إلهي سبحانه وتعالى انت كحرا اي أنبيضا اي رسوشا اي علومدا اي أهل خيرك إنات جعلاته أود احترامته أود قدريسه أود وناقضه كضياته حموه وضع أسترته أقيل بحسه كأقدواته ومن الدين ومن الدين ضدك إلهي سبحانه وتعالى قوي إبليس يوحي الله المعلى كوكيه قالوا ذو كترته إي مرافقين تكتران إي فسقضوا حمان توذي بنانك صوتك تأي كتيران ضدك أيها وإن ذن بمبونين قدرين وينين وهو الخطر إسكا إلالية هو شاءت بلغو بابا آية نبي وحوري رؤنينك مرافقة أغاسا قد هنا بوس يس بوس إسكا إلالية نبو الدون حل إبان قدومية بلداتية هولاس مرافقة وان المرافقة شرعوا وحكولي ننكا وين هوس لورد يقول أذوقنا محاتر مي وين كور لوقا ربي وين العرق الليس هاو شهادة كذا إلى علي ضدك علماء أهل خيرك يا أنبياء يا رسوشة أولياء الصلاحة عابدين الصالحين تا يا الله يسكن من دافي ملو استايكرا قدرين ترتي كرامتي ملو استايكرا مكا يكون صبحا وحي علماء نسكن من دافين كتابك ربي جاي ننك حمبار سنة حامل لكتاب الله تعظيما له وتقديرا ملو استايكرا كتابك قلدي مصحفك هدي أكتاد اللقو قادة من لو إستاي كرا هدي الآخرين أي من لو إستاي كرا بعلماء نسكو من رافع لكن عالم علماء المسلمين أو قبا أما هنقض بدعي هنقض أما سنة هنقض نين هرية هنقض نين دنبي هنقض نين عالم وقبا مجرو مرا لو إستاي كرا يجيد بل لو إستاي كرا دقح وركواد فانتين ماشي نطر حلاي هذا الكيك ماشي وصعو ميضا ركتا إس إلالية شوغا ولقد كرمنا بني آدم الله صمده سادو حكو فانتا بقى حيال إيا مرأ إيا عالم بان حرمين مياد إلهي الرسول كي إيا علماء إسلام كم مقشي مايا بني آدم كربيك يدوان كرامين قيب كميد هدي لو استاغو لو وينيه ان لوو غالو بي علماء نو شيغي وا قيبته وا قيبته غالدا قال نينكي وينيه الهي كفرتي او استاغا تعظيما له وكافر بعلماء يلهدي كورن بركه علن اي اول اي دغخ اي هيس شيطان لو استاغو حالكيدو مخو نكوني اس الى لي حري عدي في النودة يدا قطع الله يدنكو إس إلالية ما لها تجي سان إسك إلالية سماله واحدة دبحجة ده دو دواتنا وحكومي هذا تخد راتنا دحم بكو دلي دبك حاجة واتقنا دير رف وي حاجة بسعودة هذا دو دوات صاروا له سيف عن أكلاح وبلحن تها كافوتي وكا قاضي يمرون كاغوبن او كبتو كاغوبن او اصولك غوبتا اركي حقنا دحن كلا كاغا دحايس ذات كديراتو تلها غوبنينا دحن با نفت كاغوي دولدها اي انظمودو دب حغا وي ذات كفغاتو معلي غاجو كوغو دلي ادو دواتنا غالبي كو غلن هيا كي مركه يدين رون كيف هذا؟ نقول محيط يجري آخر الزمان كالسنة أنك كل جو حنا قنايا كقابض على جمره هذو طور دين كيس إيمان كيس بطور هذو إسكار رفاضو هيانا دعان كيس دين كيس بختين دونه ما قدمنا وإسكار حسن دونا سوي قاعد جدي شيء ونف بحيل لكن جنة تجي دولته أدنى كمان تكجد دب حاجة وي ويبكدرين إسأل عليه وأنا لو قريء وحبان مرأي بضع أنت تكد يساء مرك وربا واحد فيرنا سنكفر الصدى وذات كلا يداه ذو ابن جيم الحنفي
أن هذا الذي كسوق هذا قال هذا بنبون انتهى كسابس وحلو تبجيل الكافر كفر قال كإن لو يقول قدرية قال لموي فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر كفر هذا نين يهود أم النصران أصل أنت حرمين درتين يقدرين أو قدرين أصل أنت وحكى لما كفر أو قال للمجوسين يا أستاذي تبجيلا كفر أما قال مجوس هذا حاتر معلن كيجيو برفصر دكتور كيجيو أذو قدرين أورنا يسدا يحرمين قاد قالوا ذي بن آدم ربي كيد ولقد كرمنا بعلوم السدا كليين على يجيت كورما يهست على قال له يستاو أنا وحبي ذي ماي أدور توح كلام الشكتا وذات كل أورنجري العلام أحمد ابن عبد منعم الدمنهوري إسكالها كتبته منطقنا شرحي كوه بلاغنا شرحي ناحقها إرهام مصر حلو تعظيم الكافر كفر قال إن لوين يوا قال لمو تعظيمكم حاقو قيمة بان استاق استاق روح إن لو استاق إن يقدرين تاين ومجمع عليها عرفا وعقلا ونقلا والدك إيا أنبياد إيا علوما دي بأل إسكوها يستملو استاق رامسماي قال وركي بدا قال كباسي درتطو حن مريسا إن هذا استاقتان قيدها إيا مريها بباني قال في الأشبه والنظائر تبجيل الكافر كفر فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر ولو قال للمجوسين يا أستاذي تبجيلا كفر لماذا؟ لأنهم أعداء حبيبنا سيد المرسلين ومن أكرم عدو حبيبه فقد أهان حبيبه ووركي وذاتك حي لك هو أن قال هذا محيق صديد قيدي على معلومات ما بقارب أو شو ذو بحثي وذو بقارب وحيد أن يمان كان رسولك إلهي أنه شعليني ألانا أو شعلابي عذويهين عذو إلهي إنك وحرميانا يؤيها نيستي الله الله وحيسو هاري وذاتك مالك عثمان بن فودي المالكي وركا يديسو قبقبية ما دام هذا عجيب اللي قاري بقرد الرئيس السودان وذاتك كجها هذا يحق أنه تكفيري وكد ألا دقال لم تشري مركز وحال لو يدي شيخو هذه حرتاضو نمن كان سياسي انت رئيس السودان ما حد كويسه وحوري وحيا بدن بان كو هيسنا ما هيغا قسيه قودو سو قاد وحوري منها وحي كو غالوبن ودغودو كبنيسناي تعظيم الاشجار والاحجار جيدو يا دغخيه حرميان وقدريان يا وغيرها بالذبح لها جيدو يا دغخيه وحو غورعان أو بالتصدق لها أما وحبيبه كسر قيستان أو بسؤال حوائج عندها جيدو يرجحيه يحرميانه وقدريانه أنت أكتران بإله بريار جيدها ما بريان أوهات جيد يرجح أكتيب أنت استغان استغى يأج استغان بيكون حرميان بشغله الله بها بريانه إله ببري هيان ويدونه ذو ويدسان لكن جيد كأنه يأج استغين أيه ما دين بيكون ينساسين كوك قالوا ينبو هذه الثلاثة كل واحد منها كفر أيضا مدول بقوني بيقال لموتا قيد كين لقى إستاقوا ودقى حال لقى إستاقوا ودعا على الله صدونتا قال لما يعني كدب حجري لأنها عبادة غير الله من حيث التعظيم المذكور لأنه تعظيم خاص بالله تعالى ووينين إله يقونكوا الله إستاقوا وينين عدك لي إستاقوا وينين وعد أن لك أغلوين إلهي سبحانه وتعالى أن لنا هاي الله يتعليهن والله حرميه الله وين سيدا أنبياد إيه علوم هذا يذك قرآن كي يغنوك أحدا أن لحق سلو تيرينين وينين تلقى بلي اللو إستاقى قال لما نقونيس هاو شاء هذا الله إسكا إلالي